سعد؟ لا جاوب عشان الله. سامي انت جاوب حالك. الله الجواب ده بتاع مين؟ انا بقول الجواب ده بتاع مين؟ اذا ما اعترفتش صاحبة الجواب هخصم يومين من كل الفرقة. صافي لا الجواب ده بتاعي انا. يعني بتعترفي؟ اقري. ميرسي. بصوت عالي مدام نعيم. انا بقول بصوت عالي. كان لازم اشوفك مره تانيه. لو قدرت اقابلك بكره هكون اسعد انسان في الدنيا. ما شاء الله ظريف قوي الجواب ده. ده بس من ذوقك يا مدام. دي قله ادب مسخره. وناويه تردي عليه؟ طبعا. اللي تشوفيه حضرتك. لازم تردي وقدامي. عدي اكتبي. حضرة الأستاذ المحترم خليك محترم أحسن وخلي دعوتك لنفسك. خلي يا بيه. كابتن عمرو. كابتن عمرو الحمد لله اني لحقتك. يا فندم عزه بعتني عشان اعتذر لك. اصل مش هي اللي كتبت الكلام ده. امال مين؟ مدام نعيمه هي اللي اضطرتها تكتب لك كده. يعني ممكن اقابلها؟ امال هي بعتني ليه؟ امتى وفين؟ بكره الساعه 10 كويس في سي هورس. الساعه 10 في سي هورس. تمام يا فندم. متأسف يا فندم. آسف. صباح الخير. صباح الخير. أنا آسفة أوي أصل المواصلات عطلتني. معلش حصل خير. اتفضلي. ايس كريم. ايس كريم. اتنين ايس كريم. حاضر. الساعة معاك كام دلوقتي؟ اسف يا نجوى. اظن هتقول لي المواصلات عطلتني. برضه هو جمال المواصلات. كنت عايز تقول ايه؟ انت كنت هتقول ايه؟ قول انت الاول. لا الستات الاول. اصل ما كنتش فاكره انك هتقدر تيجي المسرح. اصل الحقيقه لما روحت بعد ما وصلتك ما كنتش فاكر حاجه عنك غير انك بنت حلوه وجميله، لكن شكلك تقطيعك لون عينيكي كنت ناسيه، فكان لازم اشوفك تاني. طب دلوقتي ديك شفتني كويس، يا ترى برضه هتنساني؟ معقول انسى اجمل واحده شفتها في حياتي؟
قصدك تقول انك ما عرفتش بنات قبل كده؟ كله لديبة. طبعا عرفت، بس ما عرفتش حد زيك، لان حياتي كلها في الجبهة. وقبل كده في الكلية والاجازات مع والدتي. صدقيني اصل والدي توفى وانا صغير، وكان لازم اراعي والدتي. انت عارفة كل واحد بيمر في حياته بظروف وبيضطر معاها. عشت حياتي كلها في الجبهة، بنزل 4 أيام أجازة في الشهر بقضيهم مع والدتي في الفيوم. لكن أنا كلمتك عن حياتي كلها وأنت ما قلتليش حاجة عنك. أنا من السويس، كنت عايشة مع والدي ووالدتي. أصل بابا كان دكتور وكان عنده مستشفى. كان عنده مستشفى؟ يعني هي عيادة كبيرة شوية، كان بيعالج فيها الناس الفقراء. كنا عايشين في منتهى السعادة لغاية لما عرفت معنى الخوف، وفجأة لقيت الدنيا كلها سودت في عينيا. وجيت مصر وديني عايشة. أنا آسفة يا عزة، كان نفسي القانا الاولاني يتم من غير دموع. ارجو ان دي تكون اخر دمعه في حياتك. الساعه 5. الوقت جري بسرعه، لازم امشي. قولي لي بقى، قابلتيه؟ وعملتوا ايه؟ كلمنا والله العظيم. ألف نهار أبيض، المهم قلتوا إيه؟ يوه، حاجات كتير، كتير قوي. حاسس إني بعرفه من زمان، زمان قوي. وهو كمان قال لي، وقال لي، ياه، كل ده قالهولك. المهم هتقابليه امتى؟ هو طلب مني النهارده اقابله بعد المسرح وانا رفضت. طبعا في خطتك. لا، ما هو اصل انا النهارده عزمت على المسرح اهو كده، وكمان بكره اجازه الفرقه، هنقضي طول اليوم مع بعض. انا بحس معاه بامان، براحه.
كنتش نازل اول امبارح مصر، لكن حظ الحلو خلاني قبلك. وانا لو ما كانش سواق التاكسي زرجن ما كنتش شفتك. اي خدمة تانية؟ لا متشكر. عزة، انا عايز اسألك سؤال. اتفضل. انت غامضة قوي كده ليه؟ ازاي؟ مش عارف، شكلك، عينيكي، زي اللي مش متوقع اي سعادة في الدنيا. الحياة علمتني حاجات كتير قوي. خليكي متفائلة، الايام الحلوة جاية كتير. والدتي كانت عايزاني ادخل كلية الهندسة. وبعدين؟ عمي مراد صمم ان انا ادخل الكلية الحربية. طب وانت كنت عايز ايه؟ انا في الحقيقة كنت محتار. ليه؟ يعني مش عايز ازعل والدتي، وفي نفس الوقت مش عايز ازعل عمي. اديك زعلت مامتك اهو. بالعكس، بعد كده فرحت قوي. المزيكا دي حلوة قوي. تحبي ترقصي؟ يلا بينا. عمرو، هما ليه عملوا الحرب؟ عشان نتقابل انا وانتي. لولاها كنت فضلت انتي في السويس وانا في الفيوم. شفتي بقى؟ عشان كده انا بحب الحرب. بس انا بكرهها لانها اخدت مني كل حاجه حلوه في حياتي. اخدت بيتنا وسابتني لوحدي. حتى انت هتسافر بكره وتسيبني. انا عمري ما هسيبك ابدا. خلي بالك انا سايبلك عناية بتراقبك وقلبي بيحميك. انتي ساكن هنا وانت مسافر بكره؟ ايوه. كنت هتقولي ايه؟ كنت هقولك خلي بالك من نفسك يا عمرو. طول ما دي معايا ما تخافيش عليا. هتوحشيني قوي يا عزة. وانت كمان. بلاش يا عزة، دموعي غالية قوي. هستناك يا عمر. هرجع لك قريب يا عزة. ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. ممكن اعرف كنت فين لحد دلوقتي؟ على كل حال هما كلمتين اتنين وبس هقولهم لك. الفرقة دي سمعتها من سمعة البنات اللي فيها. يا مدام نعم. مفيش بنت كويسة ترجع في ساعة زي دي. انا ما عملتش حاجه غلط، انا عشان حضرتك تقولي لي كده. لازم تفهمي ان ده اخر انذار هقوله لك. اذا ما كانش عاجبك النظام بتاعنا مفيش داعي انك تتعبين. مفهوم؟ اتفضلي على اوضتك. اتفضلي اتفضلي. ايه حصل؟ الحقيقه اتاخرت قوي. طب وفيها ايه؟
كتير اللي ماكي حد بيبص في خلقتها. المهم احكي لي عملتوا ايه؟ مالك يا عز؟ حصل حاجة؟ عمرو زعلك؟ اتخانقتوا؟ عزة حصل حاجة يا عزة؟ أنا زي أختك. وهو اللي يحب بيعيط. أطلب زفت بكرة الجبهة وهيقعد شهر وأنا خايفة يا صفاء، خايفة لا يضيع مني زي ما كل حاجة حلوة ضاعت مني، خايفة من أيام وخايفة من بكرة، خايفة أوي. عزة طول النهار؟ يلا البس هدومك قبل ما دام نعيمة مصطوب علينا زي القدر من ساعتك. وبعدين معاك يا عزة، هو مش امبارح قال لك ان اجازته كمان شهر واول ما هيجي هيتصل بيكي؟ يلا يا حبيبتي اغسلي وشك وغيري هدومك. يلا نام. عارف كده انا خدت اجازة 4 ايام. ليه؟ عشان نتجوز. ايه؟ انا قعدت طول الليل افكر وخلاص وصلت للقرار ده. بس انت ما تعرفنيش كويس. قدامنا العمر كله نعرف بعض. بس يا عمرو اصل مفيش بس ولا حاجة، دي اوامر ثم لسه قدامنا حاجات كتير لازم نفوت على عمي عشان نقوله. وبعدين هتكلم والدتي في يوم عشان تعرف، وبعدين لسه في حاجات كتير لازم نشتريها. على فكره يا عزه انت بتحبيني وموافقه تتجوزيني؟ اه. طب يلا بينا بسرعه. خد بقى يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. هو حضرتك ما سبتش يا فندم؟ عمي 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 فين يا محروس؟ سياده اللواء راح مكتبه من بدري يا فندم. راح مكتبه؟ يلا بينا يا عز. تحب ابلغه حاجه يا فندم؟ لا انا رايح. هقابل عمي وارجع لك حالا. طيب. على فكرة أنا نسيت أسألك، أنت اسمك عزة إيه؟ عزة عز الدين من السويس، عمري 21 سنة وبحبك. عزة عز الدين. سيادة اللي هو موجود؟ دي يا سيادة النقيب. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. انت
التقارير دي عايزه تكون جاهزه عندي الساعه 2000 بالظبط. تمام يا فندم. اتفضلوا. اتفضل. صباح الخير يا فندم. ايوه حضرتك النقيب. في ايه؟ في موضوع يا فندم كنت عايز اخد راي سيادتك فيه. رسمي ولا شخصي؟ شخصي يا فندم. طب ما دام شخصي يقعد بقى يا عمرو. متشكر يا عم. سيجارة يا عمرو؟ لا متشكر. بلغني انك مديت الاجازه بتاعتك كمان 4 ايام. مظبوط. يا ترى ده له علاقه بالموضوع اللي عايز تكلمني فيه؟ ايوه يا عمي. انا قررت اني اتجوز. تتجوز؟ كده فجأة؟ لا يا عمي مش فجأة. ده انا من امبارح وانا عمال افكر. اصل يوم ما قابلتها وانا نازل من السويس. لا قصدي اول امبارح لما كنا بنتغدى مع بعض في السي هورس. لا 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 ده مش اول امبارح، ده امبارح. ايوه بالظبط امبارح. انا وهي كنا بنتكلم وحتى هي كمان كان من رايها ان احنا الاثنين لازم هي دي تطلع مين؟ عز الدين. من عيلة عز الدين اللي في الفيوم؟ لا 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 من السويس. السويس دي انا خدمت فيها 10 سنين وانا صغير. اعرف عائلتها عيلة عيلة. ايه اللي والدها اسمه عز الدين ايه؟ الحقيقة ما سألتش يا فندم. طيب ما قابلتش مثلا والدها، والدتها، حد من اهلها؟ لا كلهم ماتوا في الحرب. ما فضلهاش حد في الدنيا. امال عايشه مع مين؟ عايشه ازاي؟ بتشتغل يا عم. كويس قوي. بتشتغل ايه؟ راقصه. ايه؟ راقصه؟ ايوه يعني راقصه فنون شعبيه. باليه تقريبا. رقاصة. ما تصورش يا عمي عزة دي بالنسبة لي تبقى ايه؟ انسانة طاهرة وشريفة. رقاصة. انا لسه فاكر سيادتك لما كنت بتقول لي دايما مش مهم الحسب والنسب، المهم الانسان يكون نفسه كويس. وعزة دي. اسمع يا حضرة النقيب. ايوه يا فندم. تعالى هنا. تمام يا فندم. حلوة؟ يا فندم؟ رد يا حضرة النقيب. حلوة؟ أمر يا فندم. بتحبك؟ أيوة يا فندم. وأنت بتحبها؟ بموت فيها يا فندم. أنا كمان متهيألي إني أحبها أوي. قصدك يا فندم تقول يا فندم إنك موافق يا فندم؟ ألف مبروك يا عمرو. متشكر أوي يا عمي. واعتبر نفسك الشاهد الأول على الجواز. ادفع يا اسطى. على فين؟ على اجمل فستان فرح في مصر. مبروك يا عم. عريسك حلو يا عزة. قمر قمر الا قولي يا عزة عريسك ما جاش ليه؟ راح يتصل بمصر عشان الفرح بكره واحنا هنستنى ظن البكره. والله لا نذكرك النهارده ودلوقتي حالا كمان. يلا يا ناس. مبروك يا عزة. مبروك يا عقبال. مختاري ينفو الاوامر خيبة وتعالي وتعالي نعمل لك خروب الدفة. كانت من زمان معبودة وإذا العيد الليلة ليها أحلى عروسة. تغروتة كانت من زمان
اغني فرحتك واغني واحلب سلام من خدودي كوزة وانا حقرص في ربك وعطر في جمعت يا حبايب رقصوني عالي واحدة وشحلاوني يا حبايب رقصوني عالي واحدة وشحلاوني عليكم قلبينها كباريه ايه اللي كنت لابساه ده هي اقطع عقبال عندك بقى عايزه هتتجوزي يا مدام عقبالك يا مدام وهتتجوزي امتى بكره يا مدام يعني مش النهارده يبقى بكره نقول لك مبروك يلا يا بنات ميعاد المسرح قرب يلا بسرعه انسه عزه في تليفون علشانك يا انسه عزه ده عمرو الو ايوه عمرو دقيقه واحده طبعا جاي حالا عزة أفل رايحة فين أطلع أمرأة نسافر جبهة دلوقتي ولازم أشوفه أعملي حسابك لو خرجت من هنا دلوقتي بترجعيش تاني